عليكم. عليك السلام والتحية. كيف الحال؟ مكرونة من خالق البرية، وأسأل المولى صلاح شانكم. طول الزمان النهج في مكانكم، وبلغوا سلامنا من حضرة من جملة الأخوان معنا الكبرى. صح لسانك. بارك الله فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. شاب جاعد. الحمد لله. كيف أحوالك؟ بخير؟ العبري. كل نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. في نعمة. في نعمة. كيفك؟ وبجيتكم انتم طيبين. الله يسلمك. بارك الله فيك. الله يسلمك ويعافيك. بارك الله فيكم. احنا جايينك بالتلفزيون. زين، جزاك الله خير. ايه. تبغى بعد الكلام؟ باغين معك لقاء. ها؟ باغين معك لقاء. زين، جزاك الله خير. زين. افح اتكلم. هالمكان ايش اسمه هذا المكان؟ رويبة. ايش اسمه؟ رويبة. 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 هي. رويبة. رويبة نعم. ولاية الرستاق. ولاية الرستاق. انت من هالدار هذه؟ انا من اجدادي وابائي في البلاد هذه. اي ما شاء الله. ما خرج منها ابدا. زين. هي. الله يزيدك صحة وعافية. آمين. ويطول في عمرك إن شاء الله. جزاكم الله خير. حين سمعنا عنك إنك إنك من المعمرين في عمان، الله يزيدك عمر إن شاء الله ويزيدك صحة. صعود إنسانية كبدر التمام. كبدر التمام. صعود إنسانية كبدر التمام. مبين بنسمع منك واجد شعر. ها؟ خير. زين. خير الله. خير الله. أتمشينا في المكان؟ هي هي نعم. نتمشى معاك؟ هي. زين. نمشي؟ هيا نمشي. يلا تفضل. كم عمرك؟ تراك الوقت. ها؟ كم عمرك يوم توفي الوالد؟ 8 سنين. الحين كم عمرك؟ أظن 120. 120؟ 120 سنة. ما نحن ما نبغى نكبرك واجد. آه. ها؟ آه. يجي 120 سنة؟ إيه. الله يطول في عمرك. الحمد لله. إن شاء الله. يا أولادي في منهم أولاء 80 سنة. حد من عيالك 80 سنة؟ إيه، لكن ميتين قبلهم كذا 5 أنفار. الأكبر الأكبر اللي عايشين. بو توهم بو المعنى من بو الأول متوفيين. الأول متوفيين الأول. نعم. وبو باكت بنت مزوجينها في الحجر بنت 80 سنة. هذه تعيش. هي تعيش. نعم. عندها أولاد والدين والأولاد والدين. تو نشوفهم أولاد 30-40 سنة عادوا عثرانين. هي نعم نعم. ها؟ نعم. إيش السر؟ السر بالأكل. 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 حليب. هي. والسمن والعسل واللحم مقلاي ما مطبوخ. حليب مشوي وسمن. هي. مقلاي ما مشوي. آه. نزيت وينهيونا عن المقلاي، ينهيونا عن السمن والزيت. الله. ها؟ قالوا لي أنا. إيش قالوا لك؟ مرات كناش بيا ضربة مريح. زين. وقال لي تأخر عن العسل، تأخر عن هذا. هي. قلت له زين، يوم اشتطيت سكبت السمين والعسل وشوم وتعشيت وسنت عيني ركض خاز عني. تو يعني يوم منعوك عن ال عن عن السمن والعسل شكلها ما امتنعت؟ ها؟ يوم منعوك عن السمن والعسل. ها ما امتنعت. ما امتنعت؟ ها زدت بعدني. بعدك زدت؟ زدت والحمد لله رب العالمين. تو يوم تهيس عمرك تعبان تضرب عسل وسمن؟ عسل وسمن. يستوي كذلك؟ اي نعم الحمد لله. ما يتعبك؟ ما يتعبك؟ اه لا لا. زين. خضيت بعدني تو اروح مستشفى السلطان. اه. يقول لي يسوي لي عمليه مال ليزر. زين. عن هذا. ايه. ريح. ايه. اما السمن والعسل ما امتنع عنه. واللحم. ايه. قبل في البيت يعلم الله 19 دابه بيولدن. الحمد لله. الحمد لله رزق. وصل. وما أكل غير اللحم مقلاي بالعسل والسمن وحليب وهذا. والعبد نحن وادي. كيف النظر عندك والسمن؟ النظر شوية بدني. الله يسلم حالك. انصار. في السعودية. هي. جايين ميتين برد وخضينا حطب عقيناه في الدرام. فميتين البرد عقيناه لقاز. هي. يوم شب ما طلعت النار انطب. انزين. اكتشفت الارض
دخان وفوق دخان، قلت انا كهبه وانفخها واثرت. هذا من زمان؟ من زمان هي شكتنا حطبه في العين. وهذا ضعف عيوني من ذاك الزمان، لكن سويت عمليه في الرستاك، هذه بخير، هذه شويه باقيه. نعم. والسمع؟ السمع مرات مرات، يوم يجيني دوار شوي قليل المعنى ذاك. لكن الحمد لله فوق ال 100 سنه واحنا هذا نسولف معاك. الحمد لله. وانت دليلنا في المكان. انا بتزوج بعد. بتزوج؟ شيء نيه؟ شيء ان شاء الله. اما ندور لك لا راعيه البلاد. مو متطلقه ومتكرت يا ما طايه معاش. بايش الزوج؟ ما يقال لك. انزين. تبغى تزوج من الخارج؟ ما من الخارج، لكن ما تو اذا لقيت هنا اذا احد بغيك هنا باغنا. باغي تزوج؟ ما حاجه ما عندك. ما عندك زوجه تو؟ تو ما عندك زوجه؟ شيء لكن عثرانة واجد. زين. هذيك غرفه واحده فيها وحدها غرفه. هذا كنتوا تبنوا بحصى ومدر وصاروج. صاروج صاروج. نعم. ايه هذا الصاروج. ها ها واحد تبني شيء وحدك؟ ها واحد تبني شيء؟ انا؟ ايه ما بنيت، ما بنيت هناك حالي واولادي. فوق؟ ايه هناك بالطين، شيء بسميت وشيء بالطين. نعم. هذا غرفه واحده. من اكبر انت ولا هذا؟ ها من اكبر؟ من؟ انت ولا المخيل؟ انا. ها؟ ما نزار عنهم. انت فاصل منهم؟ ايه الحمد لله. انت فاصل منهم؟ ايه الحمد لله. كم فاصل واجد هنا؟ مو فاصل، انك هذه البلاد وغير البلاد مع الف نخلة موجودة. مع الف نخلة اشتغلتهم وحدك؟ ايه حتى في دبي فاصل نخيل، في المرجي فاصل نخيل، في الكبير فاصل نخيل، هذا هنا بليدة اسمها كلال فاصل فيها نخيل. هذا الثاني في البلاد هذا حطوه معي أزرع وفسله وأقابله بياي 5 أنفار ماخذ. إيش كنت تزرعه؟ بر. بر. وذرة. وذرة. ودرسك. زين. ودخن. وزراعة يقال حميرة وحمرة وشكرة وبيضة، هذا أسامي. حميرة وحمرة وشكرة وبيضة. إيه. هذه أسامي إيش؟ أسامي الزراعة. الحب هذا أنواع الحب. أنواع الحب. نعم. شيء شتاء وشيء شتوية، شيء قصيرة، شيء سحتنية، هذا أسامي الحب. هذا كله حب. هي حب. زين. وعليسة وشعير وبر نيساني مجلولة، هذا أسامي الزرايع. زين. ويقول لك إذا شفت الثريا شيء زراعة البر والبرد هيا بهيا. إذا شفت الثرياء شاء على الراس قد أنصرف الشتاء ودخل الحر. إن شفت شوي عشاء طلع النوالة وتعشى. زين. ثاني إن شفت يوم يطلع سيل برد الموي الليل. زين. هي هذا أسامي. كل شيء له وقته. كل شيء له وقته. ويلا موسمه. هي نعم. ويلا اسمه. هي نعم. نعم. نعم نعم. وال يعني متى الموسم، موسم الغلة والحصاد ومتى موسمها؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ الحب كل شيء البر كل شيء موسم. ايه هذا تو معنا في الستين، دخول الستين عاد بدأ الرصد. هذه الستين، الستين عبارة مثل ما نقول احنا شهر 5 وشهر 6 طلوع البسرة ولا قبلها؟ قبل طلوع البسرة. قبل طلوع البسرة هي معنى اقول لك هذا تو هذا جماد اخر. هي. رجب. هي. وشعبان. نعم. في بعد شعبان ما عابر عاد بادر رطب. نعم. بعده قبل رمضان يبدا رطب. نعم. هي قبل. نعم. قبل رمضان شعبان عاد كيض. نعم. هي. في الزراعه هذه تو زراعه الحريه معنى مو بزرع زرعوا غير الا بر لا تزرع وشعير لا تزرع، زراعة حمرة ولا غراء بيضة هذا. نعم. ثاني مع سياح النوريز، نقول له سياح النوريز. ايه
اللي قال انه يروز نفسه. اي نوري. كان مره نزرع عندنا مثل بر مثل هذا المدى البخل. هذا يوم يستوي الجو لا برد ولا حر. هي. ما كذلك؟ أبا. شهر 4. هي. نعم. هي. معنى نوريز احنا معلومين النوريز. فاهم من نسيح النوريز نزرع بوباينا. نعم. هي عندنا. فاهمي؟ أما تو لا البر ما نزرع. نعم. ما نزرع البر. ولا بالذي يأتني على البر مثل ميساني مثل جريدة مثل هذا ما نزرعه. نعم. إلا من يسيح النوريز وادي. ايه. والفصل الفصل هذا النخيل ثالثا نفصله مع سياح النوريز. هي يصير أحسن. نوبة قبل الحر. هي. قبل عن الحر. هي. نعم. هي هذا. نمشي مع اللجب. هين نمشي. نعم. منا؟ هي. زين. يا قاطع البيداء وليلك أظلم. يا قاطع البيداء وليلك أظلم. وليلك أظلم. نعم. عارف انت. لا اسمع. ها؟ اردد عارف معك. عارف انك. لا ما عارف انا. عارف انك. لا نعم. كملها. يا قاطع البيداء وليلك أظلم. لله يا حاديات الرسم. مريت على الشيخ والضل والسلني. مو هذا المعنى حاديات الرسم. ايش هن؟ ها؟ ايش هن حاديات الرسم؟ يقول يا قاطع البيداء وليلك أظلم. نعم. في السيح وليل. ها؟ سيح وليل. لله يا حاديات الرسم البوش. زين. الركاب. ايه. ما الركاب مسوايلهن وسايم. ايه. ايه. لله يا حاديات الرسم مريت على الشيخ والضل والسلني. نعم. السلني معروف والشيخ معروف والضل معروف شجر. زين. فهني؟ ايه. يمشي الفقير وكل شيء ضده. يمشي الفقير وكل شيء ضده. والناس تغلق من دونه أبوابها. والناس تغلق من دونه أبوابها. هذا يعيبه وهذا يهينه. يرى العداوة ولا يرى أسبابها. زين. وكم في الناس لهم حسنا ودينا ولكن يلذ العيش معته والقلوب. إن كان المحبين قليل حظا وما حسناتهم إلا الذنوب. صح لسانك، صح لسانك. الفلق اللي اسم مسمينا شيء ولا على اسم المكان؟ اسم المكان فلق الرويبة. فلق الرويبة. فلق الرويبة. ايه. ايه. من هين يجي الفلق؟ من داخل من وادي راب يقال وادي راب. من الوادي. ايه. عين هذه ولا الوادي؟ لا أنا غيل كله. ايه من الافلاج الغيلية. انا داخل ثلاث بلد اداخل. أداخل بعدين ثلاث بل. من هذا شربل من هذا الفلج ولا كل بلاد فيه المزارع فيه النخيل فيه كل شيء. كيف يقسم الفلج هناك؟ كيف يقسم الفلج؟ كما باقي البلدان بالأثر والبادة والنص أثر. أما احنا أنا أخبرك إنه بالأثر في النهار موجود. وبالليل في اللجل هذه يوم يكون الناس ما يطول من اللجل كان هذه الزورة احنا عدلها كلها كل ساعات زين يوقف شيء من هنا هذه لا زين ما وقف من هنا هي. خضيت حزمت زين يوم حزمت مديت الخوصة من هنا هنا زين تعرف زين خضيتها من هناك نشطها أهنها يصير 12 عفا نها 12 عفا حزام يعني العصا تسكعها في الماء هنا؟ جورة هي 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 زين بقى تشوفها هي اللي تقيس بها؟ هي زين هي زين
توصل شي هنا معنا مع الحزام الفوصة ووصل هنا خضيتها ربط عشان تطلع النص. هي طلعت النص 12 إثر هذا الجانب 12 بويلو 6 نصفت خوصة هو 6 سويت الحزام بويلو 3 6 أنصفتين مرة هذا 3 إثر هذا 3 إثر بين الحزام هذا بويلو 12 ثلث 12 انت أحد مشاركتنا طلعت له إياه وكل من هذه الجابية من هذا الليل؟ هي منها الأموال هذه كلها حال حال واحد ولا حال أشخاص؟ لا ومتقسم بينكم الماي من أول؟ من الأول إيه ما شقاعد هنا؟ ما شقاعد حال الماي؟ مبيوع ومخلص؟ إيه وأنا أخبرك بالكسمة كيف باد تاني نزل لنا تحت والخمسة طلعنا فوق؟ سبع بادات هنا؟ هي سبع هين هذول سبع بادات؟ ها؟ هين سبع بادات هنا؟ سبع بادات معنا هذا لغز؟ لا ما لغز هي سبع بادات معنا فيها سبع بادات بالبلاد زين سبع بادات هي هذا باد خمس بادات يوم معنا يطلعنا فوق زين هذا بادتين ينزلونا تحت زين اي لا اوكي وانا اخبر خبرني خبرني هذا الليل يقول لك هذا اسم بعد ولاد زيد مولاد زيد بعد مولاد زيد يجي بينهن العبيد زين فاهمني؟ بينهن يجي من العبيد بعد بين يجي بينهن العبيد زين زين أيدي مولاد عمران من الشركة مرة من العبيد من الخواطر مولاد زيد يجي بينهم العبيد مولاد بيس مولاد عمران يجي بينهم العبيد هذا القسم وهذا قسمة المايك ذلك؟ هي هي نعم هي هذا البلاد هذه إن كان المريح قوية مهم صوت محناية ما حد يتحمل معك إن الناس ما ساكنين هنا يجي يرقصوا مالهم عن يرقص نعم فلما يومين كان صغير يرقص حولك عشان المال ما يروح بعيد ها وما ما تودي الريح بعيد ها نعم هي هذا زين ما شيء هذا يقال له جذر تقطف المال اذا تشفرت بوحة يطلع كذا راس الجزر هذا الجزر الجزر نعم والي. والخيار الخيار وجميع شيء نعم وهذا الفلفل ما باشرة من كل شيء نعم لكن ما شيء شركة اليوم ما هنا عجن فار ولا دينا فيها ولا غير ولا غير ولا غير ما شيء زين حيلة حيلة الجلبة والنخلة صح لكن منه والرب ما صنع لحم حليب من جليل شيء ما شيء يأكل من فار دجاج جات عشر ثلاجة موتا ومع وخبهم توكل منه بو الثلاجة؟ هذا مال المكيف ومال هذا بعيد عنه ما تنام في المكيف؟ لا ما تنام في المكيف؟ حتى إذا حر؟ حتى لا حر عق ثيابه وأنام ما زين المكيف مرض والثلاجة مرض زين هذا أبحدي وكل دجاج من ثلاجات مرة فيه بقولنا نتمشى كلها أنت مش نتمشى تفضل هين سافرت فجأة سافرت في كل من هذا من قطر وغوية البحرين الكويت السعودية على كل مكان الخليج اي الخليج صوب زنجبار رحت؟ زنجبار ما رحت ما رحت زنجبار؟ ما رحت زين ما رحت راح حد من الاهل ويجي ويخبرون عن زنجبار ولا ما رحت ورحت بلدان الخليج تابع شغل ها دور شغل في الخليج
مو من الشغل ذيك اليوم ولكن نروح غوص. نروح غوص. غوص؟ ايه. كنت تغوص؟ انا قبل سيب وخلاف درت غوص. حال اللولو؟ على اللولو. انت ما راعي بحر طالع منه؟ ما عندك بحر؟ عندنا هنا اسمه بحر ونتعلم فيه. زين. هنا مع الطوي. مع الوادي. مع 12 قامة. زين. ايه اتلح نكحن. لكن هذا غير عن البحر. ايه افكال بعده. زين. هذا افكال ذاك لا يوم تكحن تحت كأنك هنا جالس. وتعلمت الغوص؟ تعلمت. هين رحت؟ هين كنت غوص؟ أقول لك ما عند واحد اسمه بن دليل. فين من بلدان؟ إيش من بلدان؟ في دبي. في دبي. هي لكن ما حيد هو إنه مرأة دبي إنه. تحيد إيش بالسنوات؟ ها؟ تحيد من كم سنة؟ لا. يجي من 50 سنة؟ أكثر. أكثر عن 50 سنة؟ مو 50. من رحت؟ هناك. إيه. يوم من شان الغوص. إيه. يمكن إنه سنة 20 ولا سنة 30. كم عمرك أنت في ذاك الوقت؟ والله ما أؤكد. 20. متزوج؟ ها؟ متزوج؟ آه. ما متزوج بعد؟ ما متزوج. إيه. زين. يعني إذا كثرت 20 سنة. إيه. يعني أنت رايح هناك قبل أكثر عن 80 سنة. إيه. وعاد شلات وعاد نحيم. إيه. يقول يا الله يا الخبر يا الله. يا الله يا الخبر يا الله. يا بحر الزين يا اللولو ضيع دواويني. في بحر الستين من اللي في دانا؟ بايعوني دانا يا الغواويصي. في بحر الستين من لقي دانا؟ بايعوني دانا يا الغواويصي. إيه. رافقوا بي وارحموا حالي. ليتني في منحر الغالي. إلا عطشت بشرب من ريكم. منحر الغالي لولو ومرجاني. يا الله يا الخبر يا الله يا بحر الزين يا اللولو ضيع دواويني. هذه الشلات اللي تشلوها يوم تروح الغوص هي في المحمل. ايه. نحين نحين. في السفينة. ايه. هذا النهام يشلوها. هي النهام. نعم. النهام. نعم. ميدان يقال عندك. وين بعد سافرت؟ سافرت الخليج كله. ايه. عموما. ايش حافظ؟ والله مو فاضي اقول لك واحد. مو فاضي. مو فاضي. ويجي منك كله حلو. بغى شلات حرب. نسمع. ولا شلات جلسة. ولا شلات مو. مو تختار انت. ها؟ مو تختار. يقول لك واحنا ولاد عم من صليلة. ما نلقي جباك الطوايف. نعم. ما نلقي جباك الطوايف. ايه. احنا ولاد عم من صليلة. ما نلقي جباك الطوايف. ويقصم من الأباك نومه يشكي وزاويبات خايف. هذه واحدة. زين. يقول لك ميدان. يقول لك أنا واصي علي الشايب أنا أبو صاه. أنا واصي علي؟ شايب. إيه. واصي علي الشايب أنا أبو صاه. أبو صاه. زمن الصغر زاد ناموسي. قادر أسحب هذا الجبل بو صاه. إلى من ثقل زاد ناموسي. ناموسي. إيه. قال له بان التمر بان في الجربان. يم شمرخ الكلب شمروخه. لو يثمر الكش بالجربان. جاف من الظهر وشمروخه. إيه. بقول لك ما بلحم طير من العقبان. ما بلحم طير. من العقبان. بغرب الكنص ما لي حاجة. اصحى الورقة واقف من الهضبان اشرب على الريك والحاجة. والحاجة. قال ترك هوى ابليس واتبع رب. ترك هوى ابليس. واتبع رب. واتبع رب. واشرب من كلول الفوادي. المرجلك بسلاح واتبع رب. انا يلومني ذاك كليل الفوادي. وانت ما خبرتنا عن شيء. انا ما احفظ شيء. انا جاي اتعلم من عندك. لا 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 لو بيسل. انا جاي اتعلم من عندك. لو بيسل. هذا المكان ايش اسمه شاب قاعد؟ هذا المكان ايش؟ جنور. هذا مبونا ندوس فيه الحب. لان اشوفه شوي مختلف عن المكان. هنا ندوس فيه الحب. هذا شايل لك يا دور داير خوف وناتي شعير من هوا والمزارع ابوها. ايه. ويدوسوا هنا حال الصيف. هي الصيف. نعم. ايه.
واهل اهل المكان كلهم يجتمعوا هنا ولا هال ولا هال كل حد هال يعني؟ هذا مكان وحده هناك على مكان وحده مزرعة نوبة كبير. نعم. وهناك نوبة جنور وغير. نعم. مع المسجد ينور مرة أيام الغابة جنانير يدوس. نعم. فيه الحين. نعم. 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 زين شاب قاعد أحسنت أقول لك تسوي وكفيت بيت ووفيت. ها. أنا ما أقدر أسوي لا كلمة في حضرتك. ها؟ نعم بيت ما أعرف أسوي شيء. وهذا لا زين ما يعرفه. يعرفوا إحنا باغي نستفيد منك أنت. إحنا راجعين مسقط. يقول لك هي لك يطول قل يطول نسمع الكلام نسمع. يقول لك عرقت سجع البكا يا حمام. عرقت عرقت سجع البكا يا حمام يا حمام. وحرمت طيب الشراف المنان. أبي مكلتي دمعها هاطل على الخد من سج من شرهام. فجاوبني عادلي ثم قال ماذا البكا منك يا ذا الغلام. فقلت سقيم وفي مهجتي هموما وفي القلب نار الغرام. فكيف أباك وفي القلب هم ووحل تركني أباك الحمام. رمتني فتاة بألحابها كأمثال طرف القنا والسهام. فرع لها أسود حانك طويل أثيث كليل الظلام. وجه لها مسفر مشرق جبين لها كالهلال التمام. وأنف لها سارح شامخ طويل رهيف كحد الحسام. أنف يفوح كما فوجة وريقها عذب لا يذر الشقام. عين لها مثل عين المهي إذا جفلت من رقاد المنام. شربت الحمية بكاس عشية ما به كركفية في ليل الظلام. أنا ولد نبهان تاج الملوك وبار اللشوش خدام الخدام. صح لسانك تباني أقول شيء أنا بعد الكلام ما عندي شيء أنا أقوله شيء. زين إيه. شاب جاعد إيه. بن صالح إيه. العبري. نعم. احنا اليوم كثير 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 استمتعنا بهاللقاء. جزاك الله. استمتعنا بمكان مكانك هذا ما أصير غير متقدم وحفادك. احنا ورانا شغل. ها تعدي زين. احسنت احسنت زين.